بنعمة المسيح وبإرشاد روح الله نأخذ بعض التأملات حول موقفنا من كلمة الله. دائما مع نهاية العام الميلادي ننظر لما قاله لنا الرب وما نحن نعمله أمام كلمة الرب. نعمل تقييم لأنفسنا، فطوال العام الرب يتكلم على المنبر، وطوال العام الرب ينادي على كل نفس وعلى كل إنسان، وأحنا فين من كلمة الرب؟ هل نحن نعيش على كلمة الرب أم مجرد كلام نسمعه أو وقت نقضيه مع الرب فقط دون أن نطيعه؟ فيعقوب الرسول يقول يا إخوتي كونوا سامعين عاملين بالكلمة، ليس سامعين فقط بل سامعين عاملين، لأن من صار سامعا عاملا فذاك يكون مغبوطا في عمله، أي سعيدا في عمله. والكلمة لها شقان، شق متكلم ناطق بالكلمة هو الله، وشق سامع عامل بالكلمة هو الإنسان. والله دائما يتكلم، لا يكف عن الكلام، طول ما في غربة طول ما الرب بينادي عليك لعله يجدد رجائك. المهم ان احنا نطيع صوت الله الذي ينادي ونعمل بما يقوله لنا الرب. كثيرا ما نحضر وكثيرا ما نسمع ونحن كما نحن، مفيش تغيير، الطباع زي ما هي والأفكار زي ما هي، القلب كما هو كأنه لم يسمع شيئا. نحضر نسمع ولا نعمل، يبقى ايه الفايدة؟ خادعين أنفسنا، احنا بنخدع روحنا. ربنا طول السنة عمال يتكلم، من اول السنة لحد دينا في اخرها اخر اسبوع فيها والرب ينادي عليك. طب وانت ايه اللي عملته في منادات الرب الاله؟ ربنا في اصحاح 35 في سفر ارميا يقول له يا ارميا روح بيت الركابيين وخد اولاد الركابيين هاتهم الهيكل وزقيهم خمر. فجاء ارميا واخذ اهل الركابيين وجابهم في الهيكل وقال لهم اشربوا خمر. قالوا لا، ليه ما تشربوش؟ قال له اصل ابونا قال لنا لا تشربوا خمر ولا تبنوا بيت ولا تزرعوا زرع عشان ايامكم تبقى السلام وطول ايامكم على الارض، واحنا بنسمع كلام ابونا. قال له بص يا ارميا خد الكلمتين دول، دول سمعوا كلام ابوهم وانا يا ما اتكلمت، محدش بيسمع كلام. قل رجال يهوذا ورجال اورشليم قلت لكم ان ترجعوا من طريقكم الرديء واعمالكم السيئه فلم ترجعوا ولم تسمعوا لي. بنسمع في بعض الاحيان كلام ابونا الارضي ولا نخضع لكلام ابونا السماوي. صدقوني حتى اللي بنعمل بيه من الكلام اللي بيقوله ربنا اما كانش حسب ميولنا واهوائنا يمكن نرفضه. يعني الكلام اللي نسمعه اصله سمعناه وطعناه لانه اصله قريب مننا او قريب من طبعنا، لكن عشان ربنا يقول لك حبوا اعدائكم وباركوا لاعنيكم واحسنوا الى مبغضيكم تقول الكلام ده مش بتاعنا، ده مش ليا، ده للي جنبي.
عشان ربنا يقول لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية، تقول لا ده مش بتاعنا الكلام ده، ده كلام صعب مش بتاعنا. وكأننا نأخذ كلام من الله ونترك كلام، وكأن الله لا يتكلم في قلوبنا وفي نفوسنا. كلمة الرب غذاء روحي تشبع نفوسنا من الداخل. وجدت كلامك كالشهد فأكلته. كلمة الله تحمينا من الخطأ لربنا. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كلمة الله تحمينا من الهلاك. لولا كلامك هو لهجي لهلكت حينئذ في مذلتي. هلك شعبي من عدم المعرفة. كلمة الله تحمينا من التجارب، من الضيقات، من الشدائد. عشان كده قال لهم انا اقول للناس اللي يسمعوا كلامي هذا ويعملوا به اشبهه بانسان عاقل حكيم بنى بيته على الصخرة، صخرة كلمة الرب. ولما الريح هب عليه، ولما الموج جاله، ولما المطر نزل عليه، ايه اللي حصل؟ كان ايه؟ مؤسسا على كلمة الرب. ما سقطش هذا البيت. كلمة الرب عداء عزاء. اذكر لي كلامك الذي جعلتني اتكل عليه، هذا الذي عزاني في مذلتي. كلمة الرب تنقي قلوبنا. كلكم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. كلمة الرب هي روح الحياة، لان الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة، لكي تظهر حياة المسيح فينا فيروا أعمالنا الصالحة ويمجدوا أبانا اللي احنا بنسمع كلامه وبنطيعه وبنعمل بحسب قوله وبحسب كلامه. لما الواحد يطيع كلام ربنا تظهر حياة ربنا عليه، ومن الناس يشوفوا فيه المسيح. المسيحي ليس هو فقط الشخص الذي يؤمن بالرب يسوع، بل المسيحي هي التي تظهر في حياة المسيح. الإنسان المسيحي تظهر في طباع المسيح، تظهر في أخلاق المسيح، تظهر في وداعة المسيح، طهارة المسيح. عشان كده المسيح بيعاتب. يا ما اتكلم ربنا هنا عن الطهارة. هل احنا فعلا جبنا ثمر في الطهارة؟ يا ما الرب اتكلم عن الوداعة، فين وداعتنا؟ يا ما الرب اتكلم عن الامانة، فين امانتنا؟ يا ما ربنا اتكلم عن الصدق، ابسط الاشياء. يا ما ربنا اتكلم عن حاجات كتيرة جدا، جه يطلب ثمر، ما فيش ثمر، ما بيلقاش ثمر. احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يعمل بعد لكرمي وانا لم افعله له؟ اعمل ايه تاني؟ ايه اللي اعمله تاني لكرمي؟ اتكلم مرة واثنين وثلاثة، ربنا يتكلم عن الطهارة ويجي في لحظة، اللحظة دي بالذات هيجني ثمرة الطهارة. هي يا ابني وريني طهارتك، هي وريني كده الطهارة بتاعتك، ليا طول السنة بكلمك عن الطهارة، يلا كده وريني الثمرة النهاردة. ملقاش ثمر، ملقاش نديك. وكأن الرب لم يتكلم، وكأن الرب لم ينطق بكلمته في قلبك وفي نفسك. الكلمة شقان، متكلم وسامع عامل. طب ناخد المتكلم. المتكلم هو الرب. انا سهران على كلمتي لكي اجريها، لكي اجريها. الله المتكلم يعطي كلمته لكل شخص، لكل نفس، مهما كانت النفس دي بعيدة عن ربنا ولا قريبة عن ربنا، ما يمنعش كلامه عن حد أبدا. والأجمل من كده أنها كلمة شخصية بالاسم. لما ربنا يبعت الرسالة في سفر الرؤية بالاسم،
اكتب الى ملاك كنيسة برغامس او فيلادلفيا او افسس بالاسم. ينادي ربنا يقول لك زكا زك، العازر العازر، مرسى مرسى، بالاسم. كلمة شخصية ليك، مش كلمة عموم الكنيسة، لا دي كلمة مخصوصة ليك انت، متوجهة ليك انت. حذاري ان ربنا ينادي عليك بالاسم وانت تفكره ده الكاهن اللي بينادي. ربنا نادى على صموئيل، صموئيل صموئيل، فكروا عالي الكاهن، راح لعالي الكاهن قال له انت بتنده عليه؟ قال له لا يا ابني. نادى عليه تاني قال له يا ابني لما ينده عليك قل له ايه؟ تكلم يا رب عبدك سامع. مين اللي بينادي؟ مش الكاهن، الرب هو اللي بينادي، هو اللي سهران على كلمته. نفكر ان ابونا اللي بينادي، ابونا مش بينادي، الرب هو اللي بينادي بالاسم. ده حذاري جدا فعلا ان نتصور ان الصوت لغيري، او ان الصوت ليس لي، او ان الصوت خارج من البشر، الصوت من الرب الاله السهران على كلمته لكي يجريها. ربنا زي ما بيمطر وبيشرق شمس على الابرار والاشرار، بيكلم الابرار والاشرار. حتى لو تركت محبتك ليه، فكرك يبطل ان هو يكلمك؟ ده هيعاتبك ويكلمك ويقول لك عندي ليك انك تركت محبتك الاولى. طب مش بيحبك يا رب، هتكلمه على ايه؟ لا يرجع يكلمك تاني. حتى لو كنت انت ميت في عين الاخرين او في عيني الرب لانك اخطأت، فكرك انت في نظر الاخرين ولا في نظر الله ميت، قوم ربنا يبطل الكلام معك؟ ده هينادي عليك حتى وانت ميت، يقولون ان لك اسما انك انت حي وانت ميت. طب يا ربي ده ميت، هتكلمه ازاي؟ هتكلمه يرد عليك منين؟ ما هو يقف على قبر حياتك وينادي لعازر لعازر بالاسم، ويطلعك ويجدد حياتك ويسلمك للكنيسة، ويقول للكنيسة فكه وحله ودعه يمشي. حتى شاول الترسوسي الذي صار مجدفا ومضطهد ومفتري، طب وده يا رب تكلمه؟ ده انا اكلمه ونادي عليه بالاسم واظهر له مجدي واعاتبه واكسبه، ايه ده كله ده يا رب؟ واروح اتناقش معاه واقول له شاول شاول انت بتضطهدني، انا مين عشان اضطهدك؟ وانا طب انت مين؟ ده انا يسوع اللي انت بتضطهده، صعب عليك ان ترفس منافس. عجيبة في مثل الزارع، الرب يعلم ان قلوبنا محجرة وما زال يرمي بزاره في قلوبنا، يعلم ان قلوبنا مملوءة بالاشواك والشوق هيخنق كلمته، وما زال الرب ينادي ويكلمنا، لا يحرم احد من كلامه ابدا. ربنا مش بس ينادي عليك مهما كان وضعك، ده ربنا له طرق كتيرة في الحديث معاك، له طرق كتيرة جدا. يعني ممكن ربنا يكلمك في الكتاب المقدس مباشرة، زي ما كلم القديس الأنبا أنطونيوس، اذهب بع كل ما لك وتعالى اتبعني، ترك كل شيء وتبع المسيح. في واحد ما بيجيش بالكلام، مجرد ان مدينة نينوى سمعت الكلمة خلاص جاءت بالكلام. في واحد ما بيجيش بالكلام، ربنا ممكن يجيبه بالاسلوب اللي يناسبه، بالطريقة اللي تناسبه. واحد ممكن يجي بالمحبة، زي الابن الضال، قبلات ابيه جعلته ينسى كل شيء، فلم يقل اجعلني كأحد اجراءك. لما لقى المحبة بتغمر قلبه، المحبة عصرته، زي مثلا خاطئة المدينة في بيت سمعان، يقول له يا سمعان دي بتحب كتير، دي انت ما تعرفهاش، دي خاطئة ابدا يا سمعان، ده انا اوريك محبتها الكتيرة. فالمحبة عصرت هذه الخاطئة عند قدمي المسيح، زي التي امسكت في ذات الفعل،
أما دينك أحد؟ ولا أحد يا سيدي، ولا أنا أدينك. أنا ما أعتقدش يعني إيه اللي هترده فيما بعد مع الرب يسوع. محبة المسيح حصرتها، عصرتها عصرا. طب المحبة دي أعظم من أي عظة تاني، أقوى من أي عظة تاني. فعلا محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت لك الرحمة. ممكن واحد تاني ما يجيش بالمحبة، يجي بالضيق، يجي بالمشكلة. يناني النبي مدينة نينوى وسمعت الكلام، هو ما يسمعش الكلام ده. يناني النبي حاجة عجيبة، الريح والموج والنوء العظيم ما نفعش معاه، ده عايز حوت يبلعه عشان يفوق له روحه. ما في ناس ما تجيش غير بالطريقة دي. عايز تعرفين حوت يبلعه يعني ايه بالبلدي كده؟ يعني ايه؟ يعني مصيبة تبلع البني آدم، لا عارف يعيش جوه المصيبة، ولا عارف يطلع من المصيبة، ولا طايل يموت. ومين يموته هو جوه بطن الحوت؟ ومين يعيش في بطن الحوت؟ ومين يطلع من بطن الحوت؟ لا طالع ولا داخل ولا قاعد. واخيرا قال من ضيقي دعوت الرب. ثم قالوا لك صلي، ما صليتش انت قبل كده ليه؟ من نواتية قالوا قوم واصرخ للرب الهك، قال انا هربان من ربنا، ما فاضيش لرب. لما دخل في الضيقة فاق لروحه، رجع لنفسه، رجع لرشده، رجع لعقله، وبدأ يصرخ للرب الاله. ربنا بينادي، بينادي، ويعرف الاسلوب اللي ممكن ينادي بيه عليك، ويعرف الطريقة اللي ممكن يرجعك بيها. ده ممكن ربنا يكلمك بضيقات الغير، يعني ممكن ربنا يستخدم اسلوب معاك يحس ان الضيقة عليك تبقى تقيلة، يجيب مشكلة جنب جارك كده ويحسسك بيها، زي القديس الانبا بولا اول السواح، وهو ماشي لكي يروح للقاضي عشان الاملاك اللي بينه وبين اخوه، فلقى جنازة ماشية، فبيسأل جنازة مين دي؟ قالوا له دي جنازة فلان. قال يا سلام على الدنيا، فلان العظيم ده يموت وانا مختلف مع اخويا في املاك. فخرج الى البرية وهو يقول لنفسه لو عاد فلان الميت من البرية للعالم ابا اعود انا ايضا من البرية للعالم. وكان الشيطان كل ما يحاربه عشان يرجع للعالم يقول له لما يرجع فلان من مقبرته اخرج انا من قلايتي وارجع الى العالم. فثبت في قلايته بهذه التجربة التي لغيره. ممكن ربنا يكلمك بالاسلوب ده. ده ممكن ربنا يكلمك بوردة جميلة كده يقول لك ولا سليمان في كل مجده. ان كنت قلقان على نفسك ربنا يديك سلام عن طريق وردة، ان كنت كسلان يديك كلمة عن طريق نملاية. هو ذا السماوات تتحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، وان سكت كل هؤلاء فان الحجارة تتكلم. والله اسلوبه جميل جدا في الكلام. ربنا هيكلمك، هيكلمك وعارف الطريقة اللي ممكن يكلمك بيها، واسلوبه جميل جدا. يعني بص تلاقي عارف نفسيتك تحتمل قد ايه، تحتمل قد ايه. اتنين مع بعض في موقف واحد، ايليا واخاب. ايليا هربان من ايزابل وراح الى جبل الله حريب، نفسيته تعبانة، نفسيته متحطمة. طب ربنا يكلمه ازاي؟ ده راجل نفسيته تعبانة، هيكلمه ازاي؟ يقول الكتاب انه زلزال. والله مش في الزلزال، هو ناقص، ما هو تعبان، هتجيب له زلزال. ويقول نار متقدة، والله مش في النار. ريح شديد، والله مش في الريح. امال ربنا فين؟ يتناسب مع ابنه ايليا التعبان. صوت منخفض خفيف عشان يقدر ايليا يسمع، عشان يقدر ايليا ياخد ويدي. وفي نفس الموقف ربنا ينادي على اخاب ويقول له الكلاب التي لحست دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك. ده الاسلوب اتغير. ما كل واحد والطريقة اللي تنفع معاه، ما كل واحد والاسلوب اللي ينفع معاه، بس نجيب ثمر. المهم نجيب ثمر. ما ربنا بيستخدم كل الطرق ده وما فيش ثمر برضه.
ينادي على البعض يقول لهم هلما نتحاجج، يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف النقي، وينادي على الآخرين ويقول الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. طب منين نتحاجج ومنين الويل؟ أصلي ده أسلوب يختلف عن ده، وده يرجع لنفسيتك وشخصيتك وتركيبتك من جوه. والله عارف كل شيء في أعماقنا وعلى قد مستوانا بيكلمنا. ربنا مستعد يناقش، مستعد يخش في حوار، مستعد ياخد ويدي زي ما تناقش مع نيقوديموس. قاعد ماشي مع تلميذي عمواس فين لما رجعهم الى مدينة الصلاة، مدينة القيامة اورشليم. قاعد يناقش السامرية. شوف ربنا اللطيف، شوف ربنا اللذيذ، ياخد ويدي معاك، يتناقش معاك في الكلام، هو عايز يوصلك. انت تركيبتك ايه؟ جميل جدا احد الاباء قال قول لذيذ جدا عن ربنا لما كسب بطرس. بيقول له بطرس ايه؟ بيقول له اجعلك صيادا للناس. بطرس استوعب الموقف بسرعة. تعرف لو ربنا قال لبطرس ساجعلك معلما للناس ما كانش ركب الكلام في فكر بطرس، ما كانش استوعبه. يعني ايه معلم؟ ده انا راجل صياد مش هفهم يعني عايز تقول ايه. لكن ربنا على مستوى فكرك، على مستوى طبيعة حياتك، بيكلمك على مستواك لعلك تجيب ثمر. فاستوعب بطرس سريعا ما يقصده الرب، انه يريده كما كان صيادا يعود فيصطاد البشر لشبكة ملكوت السماوات. هل نحن نطيع الرب؟ هل نحن نطيع؟ ابراهيم قبل الاباء ربنا بينادي عليه، يا ابراهيم خذ اخرج من ارضك وعشيرتك وبيتك واذهب الى الارض التي انا اريك. حاضر يا رب، حاضر. الناس يقولوا له رايح فين؟ بطيع ربنا. يا عم ربنا قال لك سيب اهلك وناسك. انا بطيع ربنا، انا بسمع كلام ربنا، نفذ على طول. ابراهيم نعم يا رب، خذ ابنك حبيبك اللي انت بتحبه واذبحه لي محرقة. حاضر يا رب. وياخد ابنه ويربطه ويرفع السكينة. بتعمل ايه ابراهيم؟ بطيع ربنا، بطيع ربنا. احنا بنعمل كده؟ احنا بنطيع ربنا بالمنظر ده؟ ده ربنا قال لنوح يا نوح نعم ابني فلك، انا هجيب طوفان ابني فلك عشان تنجو انت واهل بيتك. حاضر يا رب. وبسرعة بنى فلك. يقولوا له انت بتبني فلك؟ ده بنى الفلك في المدينة، في وسط المدينة. يقولوا له انت راجل ايه اللي جرى لك؟ ده الناس تبني الفلك، المركب ده تبنيه في البحر. يقول لهم الحدة دي هتبقى بحر، تبقى بحر يا كده شاخد بحر. يقول لهم الدنيا كلها هتبقى بحر. ما قصدي احنا شرنا صعد للسماء وما كناش نتوب، ربنا هيهلك كل الدنيا. فكروه بيهض مهضار، صوته كمهضار في اذني الناس. حد سمع كلام ربنا؟ هكذا التلاميذ كان مجرد كلمة يقولها الرب بدون أي شيء، كلمة سلطان، فكانوا يطيعون صوت الرب. يقول لاوي اترك مكان الجباية واتبعني. لو واحد مننا يقول ده مكان الجباية، ده مكان مال، عايز تسليم وتسلم وأوراق وإخلاء سبيل وإخلاء طرف ونعمل هيصة وزيطة، كل ده بنهرب من كلام ربنا. مش عايزين نطيع، احنا مش عايزين نطيع وبنتهرب. اما لاوي يقول لك فترك كل شيء ومكان الجباية وبدأ ايه؟ يسمع صوت ربنا ويطيع الرب الاله. ادم ندى عليها ربنا وعطاله وصية مفيش غيرها، ما سمعش، وكأن ربنا ما قالوش حاجة، مع ان للعلم ادم كان حافظ الوصية وسمعها للحية، وكأن ربنا ولا قال له اي حاجة. قايين ربنا عطاله وقال له اصحى الروح يا حبيبي، في خطية رابضة عند باب قلبك، تيقظ تيقظ لألا تخطئ في حق اخيك وفي حق الله. ولا كأن ربنا كلمه، ولا طاع ولا سأل، ورد الطريقة لا تكون ابدا امام الرب الاله. ايه السبب؟ في حسد، في حقد من جوه.
زي مثلا هيرودس وقف يوحنا المعمدان يقول له لا يحل لك ولا كأن حد اتكلم. دي وصية ربنا بيقول لك لا يحل لك. في شهوة طاغية من جوه، كأن صوت الله لن ينادي. زي بيلاطس اياك وذاك البار، في خوف على المركز، كأنه لم يسمع صوت الله، خايف على روحه، خايف على مركزه. تم ينبغي يطاع الله اكثر من الناس ابدا، ولا كأن هناك شيء. يوم ما راح لوط يطلعوا الملاكين، بدأ لوط يكلمهم في استهتار، سمعوا صوت الله كأني بيهذر معاهم، استهتار امام وصية ربنا، لا مبالاة، كأني كلام ربنا ده يضرب به بعرض الحائط. ولم ينجوا منهما شيئا، وانتهت المدينة لانهم لم يسمعوا لصوت الله. ربنا اتكلم مع يهوذا اكثر من مرة، 3 مرات ورا بعض، ويوقظه ويصهره انه يسحر روحه لئلا يسلم الهه وخالقه، وكأنه لم يتكلم لان في خيانة جواه، في غدر من جواه. زي الشاب الغني قال له اذهب بيع كل ما لك، وكأنه لم يسمع صوت الله لان محبة المال قد طغت على قلبه، قد طغت على نفسه وعلى حياته. حاجة جميلة جدا يقول الكتاب ان سليمان كان عارف كويس جدا ان الرب وصيته ان لا نرتبط مع اهل العالم من النساء الاطريات، وكأنه لم يسمع. ليه؟ لانه علاقاته الاجتماعية كترت، ارتباطاته مع اهل العالم كتر، فنسي مسيحيته، نسي مبادئه الحلوة الجميلة، وصار صوت الله خفيف، وانعدم صوت الله، فإذ به يكسر وصية الرب ومناداته، لأن صوت العالم ارتفع فوق صوت الله، لأننا قد نسينا أنفسنا في وسط العالم. الله دائما ينادي، الله لا يكف عن مناداته لنا، مناداة شخصية بالاسم لكل واحد، انه صوت الرب الذي ينادي عليك، بالمحبة بينادي عليك، بالضيقة بينادي عليك، باسلوب لين بسيط بينادي عليك. ايا كان وضعك، حتى لو قلبك محجر بينادي عليك. على احد الاباء يقول ايه عبارة جميلة جدا، يقول حتى الذين كانوا يريدون ان يتصيدوا منه الكلمة كان ايضا يكلمهم. شوفوا قد ايه، هيكلمك. هل تستجيب لصوت الله؟ هل تعمل كما قال لك الرب؟ هل تتبع وصية الرب فيروا فيك حياة الرب الذي قال لك ان تعيشه؟ هل نحيا فعلا على الوصية ونؤتي بثمر كما يريد الرب؟ الله يعطينا نعمة وبركة لكي يكون لنا ثمرا صالح، فيجد فينا صوته المنادي، له المجد في كنيسته للأبد آمين.